أهلا وسهلا بكم أحباء الصغار، تلاميذ الصف ما قبل الروضة. نحن على موعد اليوم مع درس بعنوان الطويل والقصير. سوف نتكلم خلاله عن مفهومي الطويل والقصير، كيف يمكننا التمييز فيما بينهم. فإذا درسنا حول مفهوم الطويل والقصير. أصغوا جيدا أصدقائي وانظروا جيدا بتمعن وتركيز إلى الصور التالية. في هذه الصورة ولد قصير وولد طويل، انظروا إليها، الولد الأول قصير والولد الثاني طويل، قصير وطويل. في هذه الصورة لدينا نخلة قصيرة ونخلة طويلة، قصير وطويل. وفي هذه الصورة أصدقائي لدينا زرافة طويلة وبطة قصيرة. هكذا نستطيع أن نميز بين مفهومي القصير والطويل. زرافة طويلة لها رقبة طويلة وبطة قصيرة. في هذه الصورة نشاهد القلم الأزرق قصير والقلم الأحمر طويل. القلم الأزرق قصير أصدقائي والقلم الأحمر طويل. الحبل القصير هنا أصدقائي، هذا. وفي هذا السؤال نريد أن نضع دائرة حول البنطال الطويل. نريد أن نضع دائرة حول البنطال الطويل. لذلك أصدقائي نكون قد استطعنا من تمييز مفهوم الطويل ومفهوم القصير. شكراً لمتابعتكم أصدقائي، أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.